الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أخوانا زول البجادة نحن ما شغالين بيه، لأنه الدعوة دي ماشى وحلقت فوق 7 أنفار، والحمد لله ناس كلها بقت تحب التوحيد. الجمل ماشي والكلب بهوي، بس يخاطبني اللئيم ثم يسبني ثم أقول لا يعنيني، ما شغال بك كثير. إن الله سبحانه وتعالى أنزل لنا هذا القرآن وجعل لنا فيه الأمثال والعبر، وجاء فيه بالقصص كما قال الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وجاء الله سبحانه وتعالى في هذا القرآن بقصص كثيرة، ومن هذه القصص قصة سليمان عليه السلام مع الهدهد، كما قال الله سبحانه وتعالى: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. أول سؤال: لماذا تفقد سليمان الهدهد؟ تفقد سليمان الهدهد لأن الهدهد كان دليل على الماء لسليمان عليه السلام. كان سليمان ينتقل في أرحال كثيرة، انتقل من الحرم ثم إلى بيت المقدس ثم إلى اليمن، وكان دليله في كل هذه الرحلات في وجود الماء هو الهدهد. فلما احتاج سليمان في مرة من المرات إلى الماء تفقد الهدهد وقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. سأل زعيم الطيور قال له وين الهدهد؟ قال لو عذبنه عذابا شديدا، ده سليمان قال، أو لأذبحنه، اختلف العلماء في العذاب، قال بعضهم أن ينتف ريشه ويلقيه في الشمس، وقال بعض العلماء يحبسه في القفص، قال لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه، قال بقتله. لكن سليمان عليه السلام نبي من الأنبياء كان حكيم، قال أو ليأتيني بسلطان مبين، فاستثنى سليمان. لذلك نقل البقوي أن الهدهد لما ذهب إلى سبا ورجع من رحلته استقبلته الطيور فقالت له: لقد توعدك اليوم نبي الله سليمان. قال لهم: أو ما استثنى سليمان عليه السلام شيئا؟ قال: نعم استثنى. قال: أو ليأتيني بسلطان مبين. قال: الحمد لله لقد نجوت. قال الحمد لله، دي ملكت منا، لأنه الطائر ده مشى سبع. قال: فمكث غير بعيد. سليمان عليه السلام كان في صنعاء في اليمن، وسبا في منطقة في اليمن، فمكث غير بعيد فقال، نقف معه فقال دي يا اخواننا، في كثير من الناس بيقولوا، فلان بيقول وعلام بيقول وحمادة بيقول وغيره بيقول، ناس كتار بتقول، لكن الله سبحانه وتعالى اختار الكلام ده، وكلام طيرة هدهد اختار الكلام ده ونقله في القرآن. ليه يا اخوانا؟ لانه الكلام ده مهم وبنحتاج ليه، وبقى قرآن يتلى الى يوم القيامة كلام الهدهد ده. فقال: احط بما لم تحط به. احط الاحاطة هي العلم بالشيء من جميع نواحيه. قال: احط بما لم تحط به. وفيه دليل على أن الأنبياء لا يعلمون الغيب، كلهم ما بيعلموا الغيب،
لأن الله سبحانه وتعالى قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، والله سبحانه وتعالى قال إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. ما في زول بعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. مش يجيك قول لك قوماك نزاور ده البرعي، قال للأولياء الأغطاب ليهم نشاور، منهم خفي الحال منهم مجاهر منهم عليم بالغيب باطن وظاهر. كذب، ما زول يعلم الغيب. قال فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. سبأ منطقة في اليمن، قال لي جيتك الليلة بنبأ وبموضوع يقين وما فيه شك، وما قال لي جيتك بخبر. لاحظوا يا أخوانا، ما قال جيت بخبر، قال لي جيتك بنبأ، والنبأ قال العلماء هو أقوى من الخبر، لأنه الله سبحانه وتعالى قال عما يتساءلون عن النبأ العظيم، خبر قوي. قال وجئتك من سبأ بنبأ يقين، قال إني وجدت امرأة تملكهم. شوف ألوت الداء عنده غيرة شديدة، أول حاجة استنكر إمامة المرأة، وفي كثير الليلة من البلد دي دكاترة يقول لك ممكن المرأة تئم الرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. قال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء. الهوت جاب الخبر ده كله، قال وأوتيت من كل شيء. قال العلماء كما قال ابن عباس كان لها من الجيوش ومن القوات حتى كان القوات عندها 12,000 غايد، وتحت كل غايد 100,000 جندي، وكان عرشها ممرد بالذهب والياقوت الأحمر والزبرجد الأخضر، ده كل الملك العظيم ده كله. قال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولا عرش عظيم. قال إني قال وأوتيت من كل شيء عظيم. قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. والله ده الخبر الداري سليمان، ودي المعلومة الدائرة سليمان عليه السلام، لأنه الأنبياء لا يرضون الشرك وبعثوا من أجل النهي عن الشرك بالله عز وجل، كما قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكل الرسل جوا بدعوة واحدة أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كما قال الله سبحانه وتعالى عن نوح عليه السلام وهو أول رسول دعا إلى توحيد الله تبارك وتعالى وإلى نوح ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال الله سبحانه وتعالى عن هود وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال الله سبحانه وتعالى عن صالح وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال الله سبحانه وتعالى عن شعيب وإلى شعيب وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل الأنبياء جوا دعوة واحدة أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ديلك قوم سبأ وبلغيس ديلك عبد الشمس، وإبراهيم عليه السلام كان عنده من أقوامه أقوام يعبدون الشمس ويعبدون الكواكب، وحجاهم إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه ماذا تعبدون؟ قال لم يتوب تعبد شنو؟ قالوا نعبد أصناما. شوف الحوار ده كيف، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. سألهم أسئلة، قال هل يسمعونكم
يستدعون وكيف تدعو بيسمعوا لكم؟ هل يسمعونكم استدعون او ينفعونكم او يضرون؟ شوف الأزيلة دي كيف، وكيف تدعو وتجيك شدة وتجيك كربة تنادي الصالحين ولا تنادي الله سبحانه وتعالى الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ يا الله سبحانه وتعالى خلق الشمس وخلق الكواكب والسماوات والأرض والجبال والأنهار والوديان، كل هذا هل لله عز وجل؟ تجي تنده غيره؟ يا البرع تنفعنا، يا المكاشف تنجدنا، يا ود حسونا، يا ولي الله إسماعيل، ده والله شرك بالله وشرك أكبر، وده يحبط العمل وبيدخلك النار. لأن الله سبحانه وتعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وجاء ظاهرة جديدة كمان دي قريتها في جريدة السوداني جايبنا، قالوا في ناس بيقومشوا شارع النيل ويعبدوا الشمس ويرجوا أشعة الشمس وقت تطلع ويعبدوها، ودي ظاهرة جديدة. البلد دي بنعرف إنه في كثير من الناس بيعبدوا الشيوخ من دون الله عز وجل، يمشوا الجباب والأضرحة ويتبركوا بيها، وده يقول لك أنا دار أنجح بمشي لقبة الشيخ، وده داير له جنة يمشي لقبة الشيخ. يا حصل الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى هو الرزاق. الله قال إن الله سبحانه وتعالى قال لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء. شوف على كل القرآن ده واضح كيف يا إخواننا، داير له اثنين ثلاثة، قال يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. دار يديك ناس يديك، دار يديك ذكور يديك. قال ويهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، قال أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. شاكد الهدود ده عنده غيرة شديدة للتوحيد، الهدود ده فعال ما سكت. والله يا أخواننا كثير من الناس الليلة يعينوا الشرك ده بعينهم، والله يشوفوه بعينهم وما ينكروا، والله ده الطير أخر منه، والله الطير أخر منه. يا أخي تشوفت شرك، معلم من معالم الشرك بالله عز وجل. ما تنهى الله سبحانه وتعالى قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن مكر فعلوا. يخدم مكرات جباب وأضرحة تعبد من دون الله، وانت ساكت وقافل خشمك ولا تتكلم في الرغائب ولا تتكلم في فضائل الأعمال، في شرك 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 في البلد دي اتكلم عنه. حجبات يعلقوها الناس، تمام، ناس يمشي يقول لك شيوخ الرزيقاب بدون الجنة والشيخ الكباشي بدين الجنة، انت تسكت ما تتكلم؟ والله العظيم الهدود هي غير منك، أنصار صدى ولا غيره. قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، قال وزين لهم الشيطان وأعمالهم. شكد الله سبحانه وتعالى جاب لك آيات عجيبة في سورة الرعد، قال ولله يسجد من في السماوات والأرض. الله سبحانه وتعالى قال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون، قل من رب السماوات والأرض. شوف قبل الآيات دي، والله يا أخواننا غير العبادات الثانية الدعاء وغيره وغيره، في حاجات تستنكرها والله زي السجود. والله العظيم في موبايل ده موجود، سجود للشيوخ من دون الله، والله سجود للشيوخ من دون الله. الله سبحانه وتعالى قال قل من رب السماوات والأرض، ده سؤال. قل الله، قل أفاتخذتم من دونه أولياء. عليك الأخوان القرآن ده واضح ولا ما واضح؟ قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم، هم خلي لك انت يقول لك تعالينا في القبر نشفع عليك ويوم القيامة بننجدك ويوم القزم أبو جرون بيجيش وتنظم وغيره من السفه اللي بيقولوا في الكتب ده. قال قل من رب السماوات والأرض، قل الله، قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الأعمى والبصير واحد، الأعمى والبصير واحد، أم هل تستوي الظلمات والنور، أم جعلوا لله شركاء
خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. آيات عجيبة. قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. قال وزين لهم الشيطان وأعمالهم وصدهم عن السبيل. شوف الهدود قال شنو على قال رأيك شنو في الهدود ده. قال ألا يسجدوا لله ما أحسن لهم يسجدوا لله على قال رأيك شنو في الهدود ده على قال ده ما خير من الناس بجايدل وخير من الصوفية في البلد دي كلها وخير من نصارى السنة ساكتين. قال ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. الخبأ هو ما تخرجه الأمطار من السماء وما تخرجه النباتات من الأرض. الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. شوف الهدود ده ختم كلامه وشنو. قال الله لا إله إلا هو وحد توحيد تقيل. والله يا أخوان الهدود ده شغال توحيد تقيل لأنه يا أخواننا كثير من الناس الليلة دي في البلد دي يقول لك أنتوا بتقولوا نحن مشركين كيف؟ نحن بنقول لا إله إلا الله. أنت بتقول لا إله إلا الله بتنادي الشيخ والله التراب في خشمك. لا إله إلا الله دي حابطة لأنه لا إله إلا الله دي تقولها بلسانك وتعتقدها بعمل بقلبك وتعمل بالجوارح. لا إله إلا الله سايب الخشم ما بتشتغل. تقول لا إله إلا الله طب يطوب القبة. لا إله إلا الله ما بتشتغل. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. تكفر بما يعبد من دون الله. تقول لا إله إلا الله ساكت بلسانك إذا قلتها بلسانك وما طبقتها أنت تعتبر نفسك مشرك. تقول لا إله إلا الله وتطبقها وتعمل بها.